الحياة توفر للناس فرص كثيرة، وفي أشياء وايد نحن ما نعرف عنها، خصوصا في دولة الإمارات العربية، دولة فتية، دولة بعدها قاعدة تكبر، ودولة بعدها بتقطع شوط كبير في كل المجالات، في وصولها إلى النضج في كل المجالات. المهم أن الواحد يشوف هالفرص ويغتنمها، وأنا شفت هالفرصة في تاريخ 2005 لما بدأ إنشاء هيئة الطرق والمواصلات. فإنشاءوا هيئة الطرق والمواصلات، على طول أنا طلبت الانتقال من هيئة كهرباء ومياة دبي إلى الهيئة، وكان هذا بعد شهرين ثلاثة من إنشاء الهيئة، وبالفعل انتقلت هناك. كوني وأنا كنت في تقنية المعلومات انتقلت إلى تخطيط النقل، مجال مختلف تماما، تحدي وايد كبير، والحمد لله على ثقة سعادة مطر الطير لما أعطاني هالمنصب، مع أن أنا ما كان عندي أي خلفية وما كان عندي أي خبرة في تخطيط النقل. وبدينا نشتغل كتيم صغير، كفريق صغير في الهيئة، وأسسنا الهيئة، وضعنا الخطط الاستراتيجية للهيئة، ووضعنا كل تركيبة المشاريع، ووضعنا الهياكل التنظيمية، وبدينا نعين الموظفين، والحمد لله أعتقد الحين وصلت إلى أكثر من 10,000 موظف في هيئة طرق المواصلات.